بقالك قد ايه في الووتر بولو واشمعنى الووتر بولو؟ انا بقالي 9 سنين بلعب ووتر بولو، بس اخترت ووتر بولو ان هي لعبه قويه ولعبه حماسيه ومش اي حد بيعرف يلعبها، تمريناتها قويه وكده. بتحتاج لمجهود كتير، بتحتاج فتنس ونفس وقوه تحمل وقوه وكل حاجه. طيب اخبار الووتر بولو ايه بقى في الشتاء اللي احنا فيه ده؟ لا بتبقى تمام يعني، بتبقى الميه دافيه وكل حاجه، بس الدنيا لذيذه يعني. تهيألي بس الطلعه اللي من في اخر التمرين اللي من البسين لللوكرز دي بتبقى هي دي بس الحاجه الوحيده صح؟ التمرين لكن كله بقى تمام. بتحتاج يعني لاسرع جاريه في الدنيا للواحد يخش اللوكر في اقل من ثانيه. طيب عايز اعرف منك اخبار الدراسه ايه مع التمرين؟ والله يا الفكره بتبقى تنظيم وقت بس شويه، بس ساعات الدراسه بتيجي على التمرين فبنقصر شويه، بنقصر في مستوى الفريق وكل حاجه، بس بنرجع تاني احسن من الاول بعد الدراسه وكل حاجه، بنرجع ننافس تاني على المراكز الثلاثه الاول في الجمهوريه. التارجت بتاعك ايه في الووتر بولو؟ يعني هدفك ايه؟ عايز توصل لايه؟ انا والله عايز ادخل المنتخب ويعني ان شاء الله نطلع كده الاولمبيات ولا اي حاجه ان شاء الله قريب يعني ان شاء الله، ونحقق مراكز عاليه في الفريق الاجيال قبلنا ما عرفوش يحققوها الكلام ده كله، نظبط الدنيا يعني. هتعملوا ايه بقى عشان تحققوا النتائج دي؟ والله يعني بتاخد مننا تمرين زياده شويه وبس، واصرار وحماس في التمرين، والمدربين بيتعبوا معانا شويه، بس ان شاء الله يعني بنجيب نتائج كويسه يعني. الفريق برضو محتاج ايه، او انتوا كلاعيبه محتاجين ايه عشان المنافسه مستوى المنافسه يبقى اقوى من كده؟ بس هو احنا محتاجين بس ان يعني مش اي نادي يجي ياخد عندنا لعيبه والكلام ده كله، لان بتاثر معانا في ابناء النادي لما بيمشوا وكده، الفريق يعني بيقع شويه، بس يعني ده الحاجه الوحيده اللي النادي عندكم هنا والفرق بتاعتكم مصنع للعيبه، والناس كلها بتبص على النادي عندنا كله يعني. بيجي ده ناخده كويس. ناخده تمام. دي برضو بتفرق معاكم؟ طبعا يعني بتفرق في التمرين وفي كل حاجه، لان بيبقى خبرات كبيره، فلما بتروح نادي تاني ولا حاجه بتفرق معانا طبعا. وتهيالي برضو ان حلم كل لاعب الاحتراف اللي هو يبتدي يحترف، ولا انت ايه رايك؟ طبعا، بس يعني النادي اولى. النادي اولى هو ده النادي احسن، هو ده كلام اولاد النادي يعني، اي حد بينتمي للنادي بتاعه هي دي الاجابه النموذجيه. طب لو الاحتراف الدولي بقى ايه رايك في القصه دي؟ أني دور دولي ان واحد يطلع بقى دولي. يلعب في دولة تانية ويحترف في دولة تانية، دي بتبقى في الاواخر بقى خالص كده، الواحد بقى ايه بعد ما بيخلص انجازات مع النادي ويحقق كل حاجة لناديه ويرفع ناديه شوية، بيبتدي بقى يبص بقى لمستقبله قدام شوية. شغالين على ايه بقى الفترة دي؟ والله احنا دلوقتي شغالين على تاكتكس وكل حاجه، لان عندنا بطوله 2000 خلاص يعني كمان ايام يعني، بس فمركزين عليها شويه ان شاء الله عشان ننافس تاني. حداشر سنة بقالك في الووتر بولو؟ فرنج 11 سنة. فرنج 11 سنة. ما زهقتش؟ لا لا. ما فكرتش تغير اللعبة؟ ليه؟ هي لعبة ممتعة. هي مشكلة بس انها مش واضحة حقها في مصر شوية. بس هي لعبة ممتعة يعني، هي ما تفرقش حاجة عن الكورة عموما يعني. الفرق انها في المية بس. انا يعني انا بشوف ان ممكن كمان يكون لاعب الووتر بولو بيستمتع اكتر. هي متعة والاجوان بتاعتها صعبة يعني، مش سهلة خالص. ولعبة متعبة جدا يعني، انت تلعب بيد واحدة ومالكش طول في الارض واربع كوارترات، كل كورتة 8 دقايق، لا كتير، وملعب كبير كمان، تحتاج لمجهود، تحتاج مجهود كتير جدا، انت واعداد بدني قوي غير فتره الفتنس يعني. انت السباحه بتلعب سباحه بس، بتعوم بس، الكوره بتاعي فتنس بس كده، انما انت هنا بتلعب لا فتنس وعوم، لا محتاجه شغل كتير، انت حاسس بره الميه وجوه الميه كمان. انت حاسس ممكن تكون الووتر بولو فرقت معاك انت ايه؟ طبعا هي فرقت معايا عموما في جسمي، شخصيتي مع صحابي، ان انا بلعب مع سن اكبر مني، ففرقت معايا في شخصيتي كتير جدا. بس وطيف معايا في صحتي عموما يعني، بدل ما اخلص تمرين واقعد مع صحابي مثلا على قهوه حاجات مالهاش اي لازمه، لا اجي اتمرن احسن، صحتي احسن. قول لي بقى، انت قلت فرقتي واصحابي، ما اكيد هي فرقتك هم اصحابك دلوقتي. تمام. لازم يبقى في كونتاكت ما بينكم وفاهمين بعض جوه الميه؟ طبعا، ده شيء اساسي. ده شيء اساسي، انت مثلا ما ينفعش تيجي تتمرن مع الفرقه مثلا قبلها باسبوع وتخش معاهم بطوله عادي، حتى لو انت فتنسك كويس او عمرك كويس. لازم الفرقه تبقى فاهمه بعضها. لازم، ده شيء اساسي. ده بيفرق في اللعب طبعًا جدا. طبعا بتفرق معايا امتى باصي له الكوره، امتى هو مضغوط عليه لاعب يقول لك ما تبصيش، من نظره العين. فما فيش وقت ان انت تتكلم معاه تقول هسقط لك هبصي لك هشوط، لا المفروض انت تبص له او هو يبص لك، انتوا فاهمين عايزين ايه من بعض. هو بنظره عين انا هسقط له، بنظره عين انا هشوط، هي مش محتاجه. انا دلوقتي هشوط، هو فاهم ان انا هشوط، يوم هو راجع يغطي عليا. بس هي دي كره الميه. انت موقعك ايه؟ انا بلعب وينج، وينجو هوف.
وينج وهاف. ايه المسؤوليات اللي بتبقى على الوينج وعلى الهاف؟ اول وينج انت رقم واحد، انت الهاف انت اول واحد بتستلم الكوره في الملعب. الوينج انت اول واحد بتوصل يعني ملعب الخصم الثاني، تمام. وفي في حاجه اسمها الزياده، انت الفرقه بتطرد الثانيه منها، بتطرد منها واحد. الوينج دي يعني شغلته هو كلها في الزياده، مركز الوينج، والهاف هو اللي بيمشي الملعب كله. بس هو الهاف الاثنين دورين مهمين جدا. هو اساسا جنب بعض، هما المركزين اساسيين. بس ومن اهم الناس يعني من عندنا الفرقه الوينج والهاف، ده شيء اساسي طبعا. انت شايف ان ممكن كل لاعب ووتر بولو يبقى عنده الستايل بتاعه، ولا كل اللعيبه شبه بعض؟ لا هو لا، في لعيبه طبعا عندها ستايل، كل واحد في الوتر بولو عنده ستايل. يعني في واحد بيعتمد على القوه جدا، كانت فينسو مركزه مثلا باك ستاندنج محتاج على القوه. إيه مثلا هوف محتاج شوطه تبقى قويه. الوينج محتاج يبقى قويم جدا، يبقى سريع جدا، يبقى سريع جدا في العوم. الوينج ممكن تبقى شوطه ضعيفه شويه، الهاف لازم يبقى شوطه اقوى. الفيرود لازم يبقى ضخم قوي جسمانيا، بس الجول ممكن لازم يبقى طويل مثلا، اطرافه طويله. يعني مميزات اللاعب في حتته طبعا. هو يعني طبعا لما بنشوف اللاعب بنقول ده سريع، فده لا ده مكانه ممكن يبقى وينج مثلا. تمام. ده قوي وعنده بنيه جسديه وعضليه قوي، صح. لازم يلعب باك ستاندنج مثلا، لازم ده ما ينفعش يقف جون كده. هي الوتر كله لا، بقول لك انا حاسك طموحك يعني شاب طموح. عايز توصل لفين؟ هو انا اصلا بلعب في منتخب مصر ووتر بولو في 2001. تمام. انا طموحي ان احنا نطلع كاس العالم ونحقق، نجيب حاجه ان شاء الله. يعني شايف ان ده سهل ولا صعب ولا مستحيل؟ لا هو ان شاء الله يعني ممكن يتعمل، مش صعب يعني، مش صعب، مش حاجه صعبه. هو كله بالتمرين يعني، انت لو اتمرنت لا هتعمل انت عايزه. اللي بره مش هيصعب منك في حاجه يعني. انت في الميه مش باين غير دماغك بالظبط، هي دماغك اللي باينه. بس هي كله محتاج اجتهاد بس. بيقولوا دايما ان لعيبه الزور بتخطفوا يعني ووتر بولو، يعني كل الظهور يربي والنوادي الثانيه تخطف. لا عشان في الظهور بينمي لعيبه كويسه يعني. ده من طلع في سن، في واحد اسمه حاتم الغنام مثلا، كان في نادي الظهور الوحيد، اللعيب المصري الوحيد اللي اخذ الشامبيونز ليج مع فرقته. ده كان من الظهور. هو لازم نادي الظهور بيطلع حد كده، لازم حد يخطف، لازم يطلع منه لعيبه تتخطف في النوادي الثانيه. دي مشكله كبيره يعني. احنا بنحاول هنا بس نحافظ على اللعيبه كمان شويه يعني. طيب ارجع معاك شويه للمنتخب. تمام. ايه اخر حاجه عملتوها وتحضروا ليه؟ احنا لسه بتقول 2001، لسه احنا مريحين، لسه مفيش كاس عالم قريب. بس انما احنا فتره الصيف كنا بنتمرن، فتره الشتاء شويه مريحين لسه عشان مفيش بطوله، بس هو فتره الصيف بنتمرن فيها اكتر. وكان في انتخابات لسه في الاتحاد كمان ووتر بولو، فلسه مش الدنيا مريحه عامه في الرياضات، الحاجات اللي لسه عشان بيشوفوا مين اللي هيمسك مين مش هيمسك كده. بس انما غير كده قبلها كنا بنتمرن. واخبار الظهور ايه بقى دلوقتي؟ بتستعدوا ليه؟ بنستعد ان في بطوله 2000 قريب، احتمال يعني لسه احتمال يا السبت يا الحد جاي ان شاء الله. هو جدول نزل بس لسه في شويه تعديلات في اماكن يعني الاماكن هنلعب فيها الماتشات، بس ان شاء الله بنستعد لبطوله 2000. بقالك قد ايه ووتر بولو؟ بقالي 5 سنين. خمس سنين دول ممكن كنت تلعب رياضه ثانيه، ممكن تغير تشفت. كنت بمارس كره اليد بس حبيت كره المايه اكتر، حسيت فيها افضليه، فيها قوه، تحمل، افاده، فكملت كره المايه. مارست قبل كده كره اليد بس كملت في كره المايه الووتر بولو، هي اللي انت كملت فيها لحبك ليها. لحبي ليها. ايه اللي خلاك تحبها؟ يعني كزمايل اكتر وكفرقه، يعني التمرين حسيت فيه قوه وافاده، ماتشاتها اقوى، لا تحمل يعني. طب ايه انواع التدريبات اللي بتتدربوها؟ نتمرن تمرينات ارضيه، تمرينات في الجيم، جري، لياقه، وتمرينات العوم والسباحه، ده غير تمرينات الكوره بقى وكده في المايه. الووتر بولو اكتر جزء فيها ممتع بالنسبه لك ايه؟ الكوره بصراحه. الكوره اقلها مجهود. هي ما بتاخد مجهود كبير تهيالي. لا الرياضه كله كرياضه مجهده يعني. لا رياضه مجهده بس ليها عائد على البني ادم يعني، تهيالي اللي بيمارس الووتر بولو فيه عائد. لا تعلمه الروح الاول، تعمل بره مع الناس بره، وكمان بتقوي الجسم، لا ليها افادات كتيره بصراحه. انت لاعب في المنتخب المصري برضو. الحمد لله. لما دخلت المنتخب ايه اللي اتغير فيك؟ اتغير فيا ان انا لازم ابذل مجهود اكتر عشان اشارك النوادي الثانيه، ابقى في نفس مستوياتهم واعلى، وان انا اعمل افاده للبلد يعني. الظهور من النوادي اللي موجوده وبتنافس، لكن بقاله فتره ما بينافسش على اول وتاني.
شايف ان انتوا محتاجين ايه عشان ترجعوا تنافسوا على اول وتاني؟ محتاجين تمارين تاكتكس اكتر، محتاجين شغل شويه اكتر، يعني هتفرق برضو معانا ان احنا الفتره اللي فاتت التاكتكس قل عندنا شويه. وشايف ان انتوا لو لحقتوا، لو يعني اهتميتوا بالتاكتكس وبشويه حاجات في التمرين ده هيوصلكم ان انتوا تنافسوا بقوه تاني، نرجع زي الاول تاني على الاول والتاني. انا يا جماعه لما بقول كده بقول عشان الظهور فعلا من النوادي اللي بتنافس في الووتر بول، لكن الواحد لما بيبقى عارف حد او عارف نادي بيحس باختلاف شويه في ادائه يهتم بيه، بيقول له ليه ومحتاج ايه. فاحنا بنتكلم في الكلام ده من اجل اللي احنا بندعم، احنا ما بنهاجمش، احنا بندعم. ف عندكم بطوله داخلين عليها، بتستعدوا ازاي؟ استعد ان كسر التمارين، تركيز في الميه، يعني التعاون اكتر في الميه، الحب بين زمايلنا وبعضنا كده في الميه لازم يزيد برضو الفتره الجايه دي. كنت بتكلم مع حد برضو من التيم عن اللي انتوا تبقوا فاهمين بعض جوه الميه. لا من لعب مع بعض كتير من السنين اللي فاتت وماتشات وديه وبطولات قبل كده وسفريات، لا تختلف يعني التعاون عندنا والفهم لبعضنا لا زياده عندنا. شايف ان حته دخولك للمنتخب ادتك برضو خبره؟ اديتني يعني خبره، استفدت منها يعني؟ كان في عنصر استفاده من دخولك للمنتخب؟ اكيد، لا خبره وافاده حتى تشجيع للروح يعني. شايف ان انت ممكن تبقى مميز في ايه؟ يعني كل واحد بيبقى فيه حته مميز فيها، ممكن واحد يبقى سريع، ممكن واحد يبقى ضرباته قويه، واحد يبقى الضربات القويه لان كل واحد برضو ربنا بيديله حته بيبقى هو متميز فيها يعني. تهيالي يعني في الرياضه ما هو بنكمل بعضنا في خاصه المياه. في الالعاب الجماعيه لا كل واحد مثلا عندنا يتميز في السباحه، اللي يتميز في الضربات القويه، يتميز برضو في السرعه كده، لا بتختلف يعني. طموحي ان انا اول حاجه اخدم بلدي واخدم النادي اللي عملني، لا نوصل لحاجه يعني ان شاء الله بره مصر.